أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة عالم أمين. إن شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو هذا باش نقدموا موقع لربح عملة الروبل الروسي بالعديد من الطرق، من مشاهدة الإعلانات وأكمال المهام البسيطة. إن شاء الله زلت نشوفوا إثبات صاحب شخصي كنت أنا اشتغلت وسحبت من هذا الموقع الصادق. لكن قبل هذا ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد يخص العمل والربح من انترنت من قناة عالم امين. واللي عنده اي استفسار او تساؤل يجي يتواصل معنا على الصفحة الرسمية الخاصة بنا عالم امين على الفيسبوك وحسابنا على الانستغرام، ونخليكم افضل المواقع اللي اشتغلت عليها وسحبت منها شخصيا في صندوق الوصف. قبل ما نمشي للموقع، صديقنا وائل عنده قناة عالم احتراف، هذه هي قناته، تلقاو رابط القناة هذه اسفل الفيديو في صندوق الوصف. كان تسمحوا ادعموه، اشتركوا وتبعوه، معناتها يشرح مواقع لربح عملة الروبل كذلك، وان شاء الله من حسن الى احسن ويقدم محتوى افضل فافضل، ونتمنى له التوفيق والنجاح، ادعموه. نمشيو للموقع اللي حكينا عليه واللي هو لربح عملة الروبل الروسي، تلقاو رابط التسجيل اسفل الفيديو في صندوق الوصف. كنت انا كاتب مقالة على الموقع هذا، تدخلوا المقالة هذه تقرأوها كان تحبوا، وأسفل المقالة هذه تلقاو رابط التسجيل، اضغط هنا للوصول إلى موقع تراف هاب. الموقع هذا فيه العديد من الطرق للربح عملة الروبل الروسي، ويعطي مبالغ جيدة بالخصوص في المهام. كي تضغطوا على الرابط اللي قلت لكم عليه تجيكم الواجهة هذه، هو موقع روسي لذلك لازم نترجموا الواجهة باللغة الإنجليزية واللغة العربية. ننصحكم باللغة الإنجليزية على خاطر كي تبدلوا إلى اللغة العربية يمكن رابط الإحالة الخاص بكم يتغير ويولي ما يخدمش. ننصحكم تغيروا باللغة الإنجليزية. على كل، تضغطوا على الريجستريشن باش تقوموا بعملية التسجيل وتضع المعلومات الخاصة بك. كما قاعدين تلاحظوا هوني اللوج إن من 3 إلى 25 كاركتر، هوني الإيميل الخاص بيك، الباسورد إعادة كتابة الباسورد، هوني ما لازمش تفوت 32 كاركتر مثلا، ما حتى مشكلة. هوني نضغطوا على جو نسوي با روبو مع الكابتشا، وتضغط على ريجستريشن. كان أرسل لك إيميل لتفعيل الحساب في الإيميل الخاص بيك قوم بالتفعيل، كان ما أرسل لكش مثلا ما حتى مشكلة، تدخل لحسابك بالضغط على الزر هذا اندرس. انا باش ندخل الحساب الخاص بيا ونشوفوا اكثر تفاصيل. شخصيا انا قمت بالعمل وقمت باثبات سحبه وصورته في فيديو كابتور كما قاعدين نشاهدوا الان. كما قاعدين نشاهدوا عندنا 5.8 روبل، تو نشوفوا كيفاش اشتغلت وكيف اسحبت. نشغلوا الفيديو ونشوفوا اكثر تفاصيل. كما قلنا احسن طريقة اللي هي التاسك، اللي هي المهام. نضغطوا على تاسك ونشوفوا المهام المعروضة في هذا الموقع. عندنا مهام بصفر 15 باثنين روبل، بنصف روبل، العديد، وثم حتى معناتها مهام ب 15 روبل ب 10 روبل، معناتها حاجة ممتازة جدا. معناتها تخيل انت تعمل 10 مهام يوميا تحقق 100 روبل بكل سهولة، والمهام ماهيش صعيبة. أنا شخصيا اشتغلت في مهمة بسيطة خطيت 5 روبل، هذاك علاش عندي كما قاعدين نشوفوا 5.8 من العملة الروسية. مثال نضغطوا على مور ديتاي لأي تاسك أنتم تحبوا تشتغلوها. تشوفوا الشروط لهذا التاسك، تقرأوهم وتدخلوا للرابط اللي يقول لك عليه، وتضغط على جيت ستارت وتواصل، معناتها تقوم بالمطلوب وتقدم له الاثبات كونك انت قمت بالعمليه هذه. كما اقول لك هوني سبيسيفيك نيك نيم، يعني الاسم الخاص بك، وتضغط على سيند فور فيريفيكيشن. العمليه الاثبات معناتها يمكن كحد اقصى يوم او يوم ونصف قبل المهمه، فبالتالي تاخذ ارباحك وتضاف في البالانس الخاص بك. كما قاعدين هوني تشاهدوا هذوما المهام اللي اشتغلتهم في موقع تراف هاب. عندنا المهمة الأولى 5 روبل، الثانية 0.6 روبل، و 0.15 روبل بالإثبات. اشتغلت على المهام هذه وخذيت الأرباح الخاصة بي. نكملوا نشوف كم عادين paid out
بيت اب، معناتها احنا تحصلنا على المبالغ هذه. نشوفوا الطريقة الأخرى واللي هي السيرفينج، يعني تشوف الإعلانات وتربح مبالغ صغيرة نوعا ما، كما قاعد نشوف 0.01 روبل في 5 ثواني، يعني تجمو تشتغلوا على الإعلانات هي الكل، تشاهدوا كل إعلان 5 ثواني وتاخذوا 0.01. يعني طريقة ما هيش ناجحة وما هيش كبيرة، لكن اللي يحب يشاهد الإعلانات ويربح عملة الروسي، عملة الروبل الروسي، فله ذلك ويربح مبالغ صغيرة لكنها ما أرباح في نهاية الأمر باش تحقق رأس المال الخاص بك. وأنا ننصحكم تشتغلوا على التاسك المهام باش تربحوا مبالغ أخرى، مبالغ جيدة من عملة الروبل الروسي. نمشيو البونس افري، في كل ساعة، في كل ساعة تاخذ بونس، تضغط على جيت بونس، تشاهد إعلان صغير اللي باش نشوفوه توا، نضغطوا على جيت بونس، نضغطوا على الزر هذايا كما قاعدين تشاهدوا فيه، وانتظروا 10 ثواني هكاكا ومعتها يكمل الإعلان وناخذوا المكافأة الخاصة بنا. مكافأة صغيرة هي كذلك كما قاعدين نشوفوا هوني، الوقت يمر وناخذوا المكافأة. باسي لا بوب ونشوفوا المكافأة اللي خذيناها، معناتها كل ساعة تاخذ المكافأة هذه 0.01 انضافت في الرصيد الخاص بنا في البالانس. العديد ثم طريقة أخرى بطبيعة الحال، احنا كما قاعدين نشوفوا احنا ضغطنا على اد سايت، يعني مثال انت عندك موقع خاص بيك، مثال تحب تجيب احالات الموقع، مثال موقع ربحي اخر، تضغط على توب اب، تشحن الحساب الخاص بيك بالبنك الباير على سبيل المثال. انا ديجا قمت معناتها بالايداع في الموقع هذا وقمت بعمليه اعلانيه في الموقع تراف هاب. الفائده تعمل ايداع وبعد تضغط على اد سايت وتضيف معناتها الموقع اللي تحب تجيب له اعلانات، تحب تجيب له زوار وتحب تجيب له مشتركين، وتقول لهم على معناتها التاسك اللي تحب تقوم به والا الزيارات، كما قاعدين نشوفوا هوني اد سايت والا اد تاسك، هوني تحب تجيب مشاهدات وهلا هوني تحب تجيب ناس يشتركوا في موقع ما. علهم اللي حاب يعمل اعلان له ذلك، والتراف هاب من احسن المواقع، ومعناتها الاعلان ما يتكلفش، يعني اعلان بسعر صغير وناجع هذا الموقع. نمشيو للطريقة الاخرى واللي هي ماي ريفرر، معناتها انك تربح من الإحالات، تجيب أشخاص يشتغلوا في الموقع هذا أنت تربح مبالغ محترمة. يعني كما قاعدين هوني تشاهدوا 50، هذا رابط الإحالة، 50% ربحهم من السيرفينج، ربحهم من مشاهدة الإعلانات، و 50% عند إكمالهم المهام، معناتها مبلغ محترم جدا. ننصحكم تشتغلوا على الطريقة هذه متاع الإحالات، حاجة إيجابية جدا. يعني وهذا هو رابط الإحالة كما قاعدين تشاهدوا فيه، هذا هو رابط الإحالة، تنشروه على أوسع نطاق في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام، وتعملوا فيديو كما قاعدين نعمل لنا تو، وتربحوا مبالغ محترمة من الإحالة. الآن نمشي ونضغطوا على، ضغطنا على ويدرو باش نقوم بعملية السحب. عليك لا تضغط على البروفايل وتقوم بوضع الوالد الخاصة بك على الباير، وهوني تضع الباسورد الخاص بك في حسابك على تراف هاب، تضغط على سيف، وهوني انت ضفت الوالد الخاصة بك في بنك الباير. الان تقدر تسحب، نضغط على ويدرو مرة اخرى ونقدر نسحبه من الموقع هذا 5.8 روبل كما هوني قاعدين تشاهدوا، ونختاروا معناتها نضعوا المبلغ اللي نحبوا نسحبوه بطبيعة الحال الباير، ونضغطوا على سحب الأموال. كما قاعدين هوني تشاهدوا الأموال سحبت، لكن علينا الانتظار 24 ساعة، والحد الأدنى للسحب 2 روبل إن شاء الله. أنا قمت بتسجيل الفيديو بعد ما كي توصل لي الأرباح، تو نخلي لكم صورة كونها الأرباح وصلت لي.
وهذه هي المبالغ وصلت لنا على حسابنا في بنك البير، موقع صادق ويدفع، نصحكم تشتغلوا عليه. إلى اللقاء، إن شاء الله نتقابلوا في فيديوهات خادمة تخص العمل وربح الإنترنت من قناة علامة مين. إلى اللقاء.